السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة معلوميات دوت كوم. في ناس كتير بتسأل عايزين يضيفوا صورة في قالب البحث، يعني عايزين هنا مثلا ده قالب البحث، عايزين يعملوا إضافة صورة هنا. طب هنعمل إيه؟ أول حاجة هندخل على جوجل عشان نجيب الصورة اللي أنا عايزها، وليكن مثلا الموضوع بتاعي مثلا السياحة، نكتب السياحة ونضغط على بحث في الصور، هيطلع لي مجموعة من الصور زي ما انتوا شايفين كده. بنختار مثلا اي صورة انا عايزها، وليكن مثلا الصورة دي، تمام. بعد كده بنروح ضاغط على الصورة، كليك يمين، سيف ايميج از، بنعمل سيف للصورة ونتأكد المكان اللي انا حافظ فيه الصورة. طب انا هنحفظ الصورة دي في الديسكتوب في سطح المكتب، ونعمل سيف. كده الصورة اتحفظت خلاص على الديسكتوب. بنرجع تاني لقالب البحث، بنضغط على مكان الصورة، يعني مثلا الصورة دي أنا عايزها هنا، بنروح ضاغط ضغطة كده على مكان الصورة اللي أنا يعني المكان ده أنا هنضع فيه الصورة. نروح على قائمة انسيرت. طيب قائمة انسيرت ديت لو الوورد باللغة الإنجليزية، طب لو الوورد بتاعك باللغة العربية هتلاقيها إدراج. نضغط على انسيرت ونضغط على بيكتشر، انسيرت بيكتشر، إدراج صورة. نضغط عليها كده طبعا وندور على الصورة اللي احنا نزلناها، يعني مثلا ليكن الصورة دي، ونضغط عليها كده ونضغط على انسرت. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده الصورة انضافت عندي في المكان اللي انا عايزه. بنحدد مثلا الابعاد بتاعة الصورة على قد المكان بتاع الصورة بالظبط، او ممكن اصغر مفيش مشكلة، تمام. وبكده يبقى انا ايه اضفت صورة. طيب المكان ده نفس الكلام برضو، بنضغط عليه كده وبرضو نروح على انسرت، انسرت بكيتشر، ونختار اي صورة برضو من صور عن السياحة مثلا، ونعمل انسرت وايه ونصغر ابعاد الصورة. وممكن على فكرة نيجي من على سايز ونصغر الابعاد زي ما انا عايز، او نكبر براحتي خالص، نكبر الابعاد من هنا، تمام. طب لو في صورة انا عايز نمسحها او نجيب صورة غيرها، بنضغط على الصورة ونعمل ايه ونعمل ديليت. وبكده يعني دي ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.